هنالك قواعد عسكرية قد تم السيطرة عليها وبشكل معلن، وهي قاعدة الإمام علي، وهنالك بعض القطاعات العسكرية لقوات النظام التي تسيطر عليها إيران بشكل مباشر منذ يعني تسوية 2018 التي أنهت الفصائل في المنطقة الجنوبية، ومن ثم أصبح التصعيد بشكل كبير ما بعد المؤتمر الأمن الذي جمع مدراء الأمن القومي للدول الثلاث إسرائيل أمريكا روسيا، والذي بموجبه تم الاتفاق على إبعاد ميليشيات الولائية عن الحدود الجنوبية لسوريا لقرابة 50 كيلومتر. لكن في حقيقة الأمر ليس بمقدور روسيا الإيفاء بتعهداتها لعدة عوامل، من أهم تلك العوامل أن إيران لا تقبل بأي يعني متغيرات تفرض عليها روسيا، نظرا لأنها تعمل على مشروع مذهبي طائفي، تغيير سكاني ديموغرافي، لديها ركائز متشابهة لما عملت عليه في العراق تماما. الآن تسعى من أجل الدخول إلى المنطقة الجنوبية والسيطرة عليها، وبنفس الوقت إيران تستخدمه كحديقة خلفية متقدمة من أجل الضغط على إسرائيل، من أجل دفع بعملية المباحثات النووية. يعني نحن اليوم نشهد أن هنالك محاولات للولايات المتحدة بشكل مستمر إعادة إيران إلى المفاوضات النووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تضغط بشكل مستمر على هذا الملف، لكن إيران تشغل أذرعها الولائية في كل الشرق الأوسط ليس فقط في سوريا، ربما أبرز تلك المناطق التي تسيطر عليها وأهمها بالنسبة لها يعني الجغرافيا التي تتحكم فيها بشكل مطلق تحت سيادة الدولة، ما يسمى في سوريا، ما بتبقى من الدولة السورية حاليا هي تتخذها ذراع من أجل الدخول إلى الأراضي السورية تحت غطاء الفرقة الرابعة لماهر الأسد التي أشرت إليه قبل قليل من خلال تقريرك الذي أوردته. لكن أمام هذا التدافع كله، الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة يعني غير جادة في إنهاء هذا التسلل المستمر من قبل هذه الميليشيات إلى الداخل السوري. يعني على سبيل المثال لو عدنا قليلا إلى ما حدث في العراق، بنت 2003 عندما دخلت القوات الأمريكية وأعلنت احتلال العراق بشكل كامل، كانت الميليشيات تنطلق أو بعض هنالك القوى المناهضة للوجود الأمريكي تنطلق من الأراضي السورية، وأعلنت ذلك صراحة الحكومات المتعاقبة في العراق، وعمل على يعني إنهاء هذا هذا التهديد أو المخاطر التي تبعت هذه التهديدات، وشبه انتهت يعني في فترة من الفترات لم يعد هنالك متسللين. لكن ما نلاحظه اليوم أن هذه الميليشيات تتحرك حتى في وضح النهار، يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار آخر تغير الذي قامت به تحركاته الميليشيات قصفت الولايات المتحدة في وضح النهار، والعكس صحيح أيضا، تحركات بنقل الأسلحة داخل الأراضي السورية والوصول إلى القلامون ومنها تهريبه إلى حزب الله، وهذا ما تخشاه إسرائيل. لذلك الضربات النهارية هي بصراحة هي تغير في التكتيك بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لإسرائيل، كذلك أيضا بالنسبة لإيران. طيب، لكن ما زالت تتخذ من الغطاء الفرقة الرابعة تحركاتها من أجل إعاقة أي استهداف لها، وبنفس الوقت من أجل استخدام يعني النظام السوري يستخدمه كذريعة. طيب، في أروقة يعني المفاوضات الدولية من أجل الضغط على المجتمع الدولي من أجل عدم الإشراك في أي دول في محاربة إيران في الداخل السوري. طيب سيد مصطفى، يعني